السلام عليكم. بالنسبة لهاد الحصة إن شاء الله غادي نكملو التمرين ديال الفونكسيون اكسبونونسييل. غادي نخدمو السؤال اللي كان بقى لينا، الأسئلة اللي كانوا بقاو لينا 5 6 و 7. دونك غندوب لا كيسيون نيميرو 5. ريزودر دان R ليكواسيون f دو x بلس x سي ايكال ا 0. فوالا. ومن بعد اون ديدوير كو سي اي دي se coupe au point A de coordonnées 2, moins 2. On va faire l'équation f de x plus x est égal à 0. Donc, on a un domaine de définition, on a R. Donc, on a, quel que soit x appartient à R, on dit x appartient à R. Donc, on a l'équation f de x plus x est égal à 0. Donc, ce qui implique. Donc, on va faire f de x, l'expression d'IELHA. Ou, comme vous savez, les f de x, il y a 2 moins x, l'expression d'IELHA, il y a 2 moins x, exponentielle, exponentielle de x, moins x. Alors, l'expression d'IELHA, f de x. Et après, on va ajouter x, donc plus x. Est égal à 0. Donc, c'est l'expression d'IL f de x. Puis, j'ai ajouté plus x. Donc, ici, on a deux nombres opposés. On va faire le. Donc, ce qui me reste, il y a 2 moins x exponentielle de x est égal à 0. Donc, on a une équation produit nul. Donc, on a 2 moins x est égal à 0 ou exponentielle de x est égal à 0. نخدمو مرحلة بمرحلة. دونك 2 موا x إيكال أزيرو أو ليكسبونونسييل دو x إيكال أزيرو. دونك ركاردي نخدمو هادي موا x إيكال أ موا 2. دونك هنا لاحظو معايا باغدون، هنا كتبت ليكسبونونسييل دو x إيكال أزيرو. دونك هذا راه غير ممكن. نتوما كتعرفوا بلي راه كلكو سوا x ابارتيان ار، بلي راه هاد ليكسبونونسييل دو x ديما كتكون اكبر من الصفر. دونك هذا راه ميمكنش يكون. دونك هنايا بالنسبه ليكسبونونسييل دو x ايكال ا زيرو، هادي راه امبوسيبل، غير ممكن. فوالا. دونك بقات عندي موا x ايكال ا موان 2. دونك x غنضرب طرفين في ناقص واحد. دونك x est égal à 2. مي حنا هنا عندي ليكواسيون، يعني في الاخير ما تنساوش s égal داك لا سوليسيون اللي كتلقى، ولا لي سوليسيون اللي كتلقى. دونك on a trouvé 2. يعني بالنسبه للسؤال الاول قمنا بحل هذه المعادله f de x plus x est égal à 0 et on a trouvé 2. فوالا. لكن من بعد قالوا لينا et on déduire que c et D se coupe au point de coordonnées A de coordonnées, pardon, point A de coordonnées 2, moins 2. Donc, on a ici f de x plus x. Donc, nous savons que la droite D, l'équation d'IELHA est y est égal à moins x, c'est-à-dire donc, la droite D, دونك لاحظوا معايا بالنسبه لكم هنايا لا دروات دي باردون ليكواسيون ديالها هي y ايكال ا موان x. دونك بالنسبه لهذا السؤال خاصنا نستنتجوا ان هذا سي و دي، يعني كيف ما قالوا لينا، ايل سو كوب او بوان ا دو كوردوني 2 موان 2. دونك هنا عندنا، دونك اون ا لا دروات دي، l'équation d'IELHA, regardez, il y a y est égal à moins x. C'est-à-dire, on a les données. Tu m'as dit, on a la courbe C et la droite D. Et on dit, on a la courbe C. Et on a y est égal à f de x. Donc voilà, on a dit, on a. دونك هنا لاحظوا معايا
بالنسبه لا دروات الدايره قلنا y ايكال موان x فوالا حيت عندي. وبالنسبه لا كورب سي حيت حنا خدامين بلا فونكسيون f دونك y ايكال f دو x. وكنا خدامين بلا فونكسيون h غنقولوا y ايكال h دو x. دونك فوالا دونك هنا لاحظوا معايا عندي y دونك هنا غنخلينا نستنتجوا ان f دو x ايكال a موان x. دونك لاحظوا معايا دونك هنا عندي f دو x باردون f دو x ايكال a موان x. دونك سكي امبليك يعني ضروري خصني نستغلوا هذا السؤال اللي خدمنا هنا. دونك هنا f دو x دونك جو في اجوتي بلس x دون لي دو مومبر غنضيف هنا بلس x وهنا بلس x. دونك هنا بلس x فوالا حنا وصلنا لهذا التعبير ايغال وهنا عندي موان x بلس x تضون زيرو. دونك فوالا حنا وصلنا لهاد ليكواسيون وما غاديش نعاود ندير الحل ديال هاد المعادله حيت ديجا كنا خدمناه وكنا لقينا x ايغال ريغاردي سي 2 فوالا لا سوليسيون. دونك لاحظوا معايا المهم لقينا x ايغال 2 يعني خصني منين نحسب f دو 2 خصني نلقى فيها موان 2 يعني لوجيكمون اي f de 2 égale donc on va f de 2 qui fait mettre les comptes on va faire f de 2 on va faire moins 2 donc on va faire la fonction f on va faire les comptes donc la fonction f on va faire ici on va donc on va عندي f دو x pardon هي 2 موان x اكسبونونسييل دو x موان x فوالا الان غنحسبو f دو 2 دونك f دو 2 ايغال ا 2 موان 2 فوا ليكسبونونسييل دو عاد موان 2 يعني جي رومبلاسي x بار 2 هاد 2 موان 2 سا دون 0 0 فوا ليكسبونونسييل او كاري موان 2 دونك هنا غيبقى عندي 0 0 موان 2 صادون موان 2 دونك فوالا حنا حسبنا اف دو 2 اون اتروفي موان 2 دونك ممكن نكتبها هنايا اف دو 2 ريغاردي ايتيغال موان 2 دونك وصلنا لهاد لهاد البوان موان 2 يعني بالنسبه لهاد النوع من الاسئله راهو ماشي صعيب يكفي انكم تحسبوا تحاولوا تربطوا بين هاد السؤال وهذا حيث اكيد راه قلت لكم المعادله عطيتكم المعادله ديال ضغط دي حتى بالنسبه للكورب سي قلت لكم ها كيفاش كيتكتب دونك هنا راه اف دو اكس ايكال موان اكس موان اكس جبتها لهاد الطرف عطاتني بلس اكس سكيفي ولات عندي هاد ليكواسيون اللي خدمت في هاد السؤال وعندي لا سوليسيون ديالها هو 2 دونك فوالا وفي الاخير غنكتب ليهم دونك ريغاردي دونك سي Et la droite D sous-coupe, un équitrato sous-coupe, au point A, voilà, de coordonnées 2, moins 2. Donc, on a retenu ce sous-l. Voilà, on va retenu le sous-l mouali. Donc, je vais le sous-l mouali, on dit question B. دائما كيبقى في نفس السؤال خمسة بالنسبه لا كيسيون بي étudier le signe pardon étudier le signe de f de x plus x دونك هنا بغاونا ندرسوا الاشاره ديال f de x pardon بين لكم سؤال بغاونا ندرسوا الاشاره ديال f de x plus x لاحظوا معايا وحنا دائما راه خدامين في اخ دونك غنكتبوا ليهم هنا x appartient r يعني ندرسوا الاشاره يعني نقول لهم وقتاش كتكون هذه موجبه وقتاش كتكون سالبه الى اخره المهم عندي x appartient r وعندنا هاد f دو x plus x ايغال
كنا حسبنا هاد اف دو اكس بلس اكس، يعني ما نعاودش نعوض اف دو اكس بالاكسبرسيون ديالها ونضيف عليها اكس ونبقى نحسب. ديجا خدمنا هاد السؤال، هاد اف دو اكس بلس اكس، هاد ليكسبرسيون اف دو اكس بلس اكس، ريغاردي كنا لقينا 2 - x fois يعني فاكتور دو اكسبونونسييل دو اكس. فوالا، يعني كنا هذا حسبنا لقينا فيه 2 - x ليكسبونونسييل دو اكس. وحنا هنا بغينا ندرسوا الاشاره ديال هذا التعبير، دونك لاحظوا معايا باش نقدر ندرس الاشاره ديال هذا التعبير. هنا عندي ان برودوي، عندي ان برودوي كيف ما كتلاحظوا، حنا كنعرفوا باللي راه كيلكو سوا اكس ابارتيان اخ، باللي راه هاد ليكسبونونسييل دو اكس راها بلو غران ستريكتومون ا زيرو، يعني لي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني هادي كنعرفوها ديما راها موجب قطع. دونك غنكتبها اي، دونك هادي كنعرفوها ليكسبونونسييل دو اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. يعني هنا اللي بغيت نقول لكم بلي راه لو سين ديال هاد اف دو اكس بلس اكس راه هو لو سين ديال 2 - x، حيت هادي راه ديما موجبه. دونك لو سين دو اف دو اكس بلس اكس اي لو سين دو 2 - x، وحيت حنا خدامين في ار دونك هنا يلفو تخاسي ان تابلو، يعني تابلو تسيني خصنا ضروري نرسم جدول الإشارة. دونك هادي ديفيني سوغ إغ، لاحظو معايا، دونك هنا عندي إكس، هنا عندي 2 - x، دونك هاد 2 - x إل سانول أون دو، دونك عندي 2 - x إتيكال أ زيرو، -x إتيكال أ موان دو، دونك إكس إتيكال أ دو، إل سانول أون دو. فوالا غنجي نكتب هنا. دونك لو سيني دو أ لو سيني أوبوزي، دونك غوكاردي هنا الكويفيسيون ديال إكس راه هو موانز أن، موانز أن نيجاتيف، وهنا بوزيتيف، جو مي لو سيني أوبوزي. دونك هنايا تحت من الجدول غنقول لهم شنو كنلاحظ. دونك هنا اللي عندنا لي كيلكو سوا إكس، لاحظوا معايا كيلكو سوا إكس أبارتيان ألانتيغفال موان لانفيني دو، غوكاردي مو لانفيني دو، راه عندي هاد اف دو اكس بلس اكس، حيت خاصني نجاوب على السؤال اللي بغاو كيف ما كتلاحظوا راه بلو غران ستريكتومون زيرو. وهنا عندي كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال دو بلس لانفيني، عندي هاد اف دو اكس بلس اكس انفيريور ستريكتومون ا زيرو، هكا غنكونو جاوبنا على السؤال ديالنا. فوالا، بالنسبة لا كيستيون سي، اون ديدوير كو سي اي اون دوسو دو دي سور موان لانفيني دو، اي اون دوسو دو دي سور لانترفال دو بلس لانفيني. دونك هنا قالولنا خصنا نبينو ان سي يوجد فوق المستقيم دلتا في هاد لانترفال موان لانفيني دو، وبالنسبة لا كورب سي يوجد تحت المستقيم دلتا في هاد لانترفال دو بلس لانفيني. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا كيلكو سوا اكس، غنعاود نكتب هادو اللي هنايا، الانترفال كيلكو سوا اكس ابارتيان الانترفال موان لانفيني دو، عندي اف دو اكس بلس اكس بلو غران كو زيرو، دونك هنا راه سي اف كما كتلاحظوا راه بلو غران، دونك سي اف اي اون دوسو دو دي، حيت هنا كندرسو الوضع النسبي. وايضا عندنا اي كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال دو بلس لانفيني اللي عطاوني، عندي اف دو اكس بلس اكس كيفما كتلاحظوا انفيريور ستريكتومون زيرو، دونك هنا عندي سي اف اي اون دوسو دو دي، دونك غنكتبهم هنايا. دونك سي اي او دوسو دو دي سور لانترفال موان لانفيني دو،
يعني يوجد فوق المستقيم دلتا اي او دوسو دو دي sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc voilà. يعني بالنسبة لهذا السؤال هنا كيبغيكم تدرسوا الوضع النسبي هو اللي خدمنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا السؤال مزيان. باسو ميتونو لا كيسيون نيميرو 6. ريغاردي 6. Donc, بالنسبة لا كيسيون نيميرو 6. Donc, montrer que la courbe C admet un point d'inflexion unique de coordonnées 0, 2. Donc, ملي تلقاو فحال هاد السؤال هنا غتفكروا تحسبوا اف سكوند. خاصكم تحسبوا اف سكوند وخاصكم تلقاوها هاد اف سكوند خاصها تكون كتنعدم طبعا مع تغيير الإشارة. طبعا كنقول خاصها تكون كتنعدم داك العدد مع تغيير الإشارة طبعا في داك العدد. دونك هنا غنحسبو اف سكوند. دونك حنا خدامين في اخ وكارتي نخدمو مرحلة بمرحلة باش تفهمو هادشي مزيان. دونك غنكتب x appartient r. دونك هنا حنا باغيين نحسبو اف سكوند. دونك فوالا. دونك بالنسبة لاف سكوند حنا ديجا كنا حسبنا اف بريم دو اكس. كنا خدمنا هاد اف بريم دو اكس في السؤال اللي قبل. مي هاد اف بريم دو اكس خاصنا نكملو الحساب ديالنا حيت حنا الهدف ديالنا هو نلقاو اف سكوند. دونك غناخد ليكسبرسيون ديال اف بريم دو اكس وغندير ليه وغنحسب ليه غندير لا ديريفي. دونك هنايا غناخد هاد اف بريم دو اكس كنا خدمناها في السؤال اللي قبل هاد اف بريم دو اكس. دونك بالنسبه للسؤال اللي قبل كنا باردون السؤال اللي قبل بالنسبه لهاد اف بريم دو اكس باردون كنا حسبناها وكنا لقينا فيها اش دو اكس. هادي كنا حسبناها ولقينا فيها اش دو اكس. دونك جو في رومبلاسي هاد اف بريم دو اكس باغ اش دو اكس. غنجي نكتب هنا اش دو اكس. دونك فوالا. وي ومن بعد هاد اش دو اكس غندير لها بريم شقاق. دونك جو ريبيت قلنا غنحسبو اف سكوند. بالنسبة لهاد اف سكوند قلنا راه هي اف بريم دو اكس حتى هي خصني ندير لها لا ديريفي. ومن بعد لاحظنا بلي راه هاد اف بريم دو اكس راه هي اش دو اكس. دونك هنا كتبت اش دو اكس وقلنا حتى هي ما نساش الحساب ديالها. دونك اللي هي انا غير كنبين لكم المراحل اش بريم دو اكس وهاد اش بريم دو اكس كنا حسبناها في التمرين يعني في ديك لابارتي الاولى كنا حسبنا اش بريم دو اكس في لابارتي الاولى اش بريم دو اكس كنا لقينا فيها موان اكس اكسبونونسييل دو اكس اكسبونونسييل دو اكس. دونك فوالا حنا عندنا هاد اف سكوند. راه كاين اللي غيبدا يحسب وغيبدا يعوض مي ديما بداو تلاحظوا حيت انا غنقول هاد اف سكوند اشنا هي راه هي اف بريم دو اكس ما نساش هاد البريم. ابري غنقول هاد اف بريم دو اكس سي اش دو اكس ما نساوش اننا غنديروا لا ديريفي. ابري هاد اش بريم دو اكس كنا حسبناها من قبل في لابارتي الاولى راه هي موان اكس اكسبونونسييل دو اكس. دونك لاحظوا معايا هاد موان اكس اكسبونونسييل دو اكس كيف ما كتلاحظوا هذا راه توجور بوزيتيف يعني حتى الا بغينا ندرسوا الاشاره راه حنا غادي نخدموا غير على موان اكس.
Donc, je vais tracer un tableau. Rendir x. Pardon. On a rendir f seconde. L'ahdou m'aïa, moins x est égal à 0. Donc, il s'annule en 0. Et c'est comme ça, c'est toujours positif. Et c'est moins x exponentielle de x est égal à 0. Donc, on a moins x est égal à 0. Ou exponentielle de x est égal à 0. Donc, maintenant, ce qui est impossible, même quand je compte l'exponentielle de x est égal à 0, quel que soit x appartient à R, l'exponentielle de x est supérieure strictement à 0. Donc, qu'est-ce que l'on a fait de moins x, les x est égal à 0. Voilà. Donc, il s'annule en 0. On a le signe de A, c'est-à-dire le coefficient de x est moins. On a plus. On a le coefficient de x. Donc, regardez. On a f seconde s'annule. Qu'est-ce que nous s'annule en changeant ma intérieure. L'ichara. Bien sûr, en changeant de signe en 0, avec le point, parce que nous avons. Donc, C, la courbe C, admis. Un point, voilà, d'inflexion, unique. Voilà, où est le point 0? Au point d'abscisse 0. Au point d'abscisse 0. Voilà. Oumakenou Galulina a montré que la courbe C admis un point d'inflexion unique de coordonnées 0, 2. Donc, on a le point 0, on a f de 0, on a le point 2. Et déjà, on a le point f de 0, on a le point. Donc, on a le point comme la suite, on a le point. Donc, puisque f de 0 égale à 2, voilà, c'est maintenant. Donc, le point d'inflexion est le point I. Et le point donc de coordonnées 0,2. Voilà. Donc, principale de la question B, construire la droite D d'équation Y est égale à moins X et la courbe C dans le même repère OIJ. Donc, on dit le repère O, I, J. Regardez. Donc, on a un exemple ici. On va commencer la droite D d'équation Y est égale à moins X. Donc, on va dire un petit tableau. On va dire X, Y. On va dire que la droite D, l'équation D est moins X. Donc, on va donner les valeurs. On va donner, par exemple, 0. Si je vais remplacer X par 0, donc Y est égal à moins 0, c'est-à-dire 0. Ici, je vais mettre le point 1. Donc, on va dire 1. Qui fait que tu as dit que x est égal à y qui est égal à 1. Donc, voilà, on a 0, 0. Donc, voilà, 0, 0. On a 1, moins 1. Donc, voilà, on a moins 1. On a 0, 0. Et si on a dit moins 1, خديت x هي موانزا لاحظوا معايا ما يكفي اننا ناخذ غير جوج نقاط x موانزا دونك غيولي موان موانزا صادون 1 y راه هو 1 دونك بالنسبه للموانزا راه غادي نلقاو 1 مي قلت لكم راه يكفي تاخذوا غير جوج ديال النقاط دونك فوالا هنايا كيف ما قلت لكم
دونك هنايا نبينو غير هاد النقطة باردون. دونك هنا عندي إيكغيك إتيكالا موا إكس. دونك غنكتب المعادلة ديالو هنايا إيكغيك إتيكال أموا إكس. دونك حنا رسمنا هاد المستقيم كيف ما كتلاحظوا، المعادلة ديالو هي إيكغيك كتساوي موا إكس. الآن ردوا معايا البال بالنسبة لهاد لا كيسيون، بالنسبة لهاد لا كوربوسي كيفاش غنرسموه. دونك يعني نتوما باش ما تغلطوش كترجعوا لداك الجدول ديال التغيرات، يعني طابلو دو فارياسيون. هنا ملي غنرجع للطابلو دو فارياسيون، دونك وي كيف ما كنت قلت لكم باش ما تخطئوش غترجعوا للطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون ديالكم. لاحظوا معايا هنايا بالنسبه للطابلو دو فارياسيون، هنا عندي في هاد لو بوين 0 كانت 0 كانت الصوره ديالها هي 2، دونك 0 والصوره ديالها هي 2، دونك كانت دونك هنا عندنا ان تانجونت اوريزونتال او بوين دابسيس 0. دونك هنا كتلاحظوا بلي هنا راه كانت كتنعدم صيغو، دونك عندي ان تانجونت اوريزونتال او بوين دابسيس 0. دونك 0 راه الصوره ديالها هي 2. دونك لاحظوا معايا غنجي نمثلها في الشكل، دونك 0 في لي زابسيس 2 غناخذ هنا، دونك فوالا 0 2. حنا درنا هاد المماس الافقي، دونك لاحظوا معايا بديت بهاد المماس الافقي يعني باش ما نساو حتى شي حاجه فوالا. وغنبدا هنا قالوا لينا في هاد المولانفيني كان عندنا اسيمبتوت اوبليك، المعادله ديالو كانت ايغريك ايتيغال موا اكس على كوربوسي او فوازيناج دو مولانفيني. دونك لاحظوا معايا قالوا لينا او فوازيناج دو مولانفيني، يعني بالنسبه لذاك المقارب المائل انا اللي كيهمني هي هاد لابارتي، حيت قالوا لينا او فوازيناج دو موال انفيني وكان عندي مقارب مائل المعادله ديالو ايغريك ايتيغال موا اكس، هي هادي واللي كيهمني هي هاد لابارتي بالنسبه ليه. وبالنسبه للبلوس لانفيني كانت عندي ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني او فوازيناج دو بلوس لانفيني فوالا. غير هنا ملي كتسمعوا اسيمبتوت يعني هنا انا راه كتكونوا غاديين وكتقربوا لذاك المقارب اللي عندكم. باغ كونطخ ملي كتسمعوا برونش، ملي مجرد ما غنسمع انا هاد برونش دونك راه في الرسم ديالي خصني نكون غادا وكنبعد. فوالا غنشرح لكم مزيان هادشي في الرسم باش تفهموني. دونك هنا دويت لكم على اسيمبتوت اوبليك يعني المقارب المائل اللي المعادله ديالو ايغريك ايتيكال موا اكس هو ديجا عندي مرسوم، ودويت لكم على البرونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. دونك ملي غتسمعوا دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني غنعطيكم واحد المثال هكا باش تفهموني مزيان. بصفه عامه انا مثلا عندي دونك غنرسم هنا واحد الغوبير، دونك بالنسبه ل دونك هنا عندي لي زاكس، دونك غنرسم لكم فرع شل جميع اتجاه محور الافاصيل، اتجاه محور الافاصيل ما خصنيش نكون غادا وكنقرب من هذا المحور، خصني نكون غادا وكنبعد، كتبان لكم هاد لا ديستانس غادا باردون غادا وكتكبر. دونك فوالا مثلا بغيت نرسم فرع شل جميع في اتجاه محور الاراتيل، غنبدا مثلا بهاد لو بوين وخصني نكون غادا وكنبعد، يعني تبان لي هاد لا ديستانس غادا غادي كنبعدو. دونك هنا عندي فرع شل جميع في اتجاه محور الاراتيب، وهنا فرع شل جميع في اتجاه محور الافاصيل، انا غير عطيتكم فكره عليهم. وبالنسبه للمقارب راه كتكونوا غاديين وكتقربوا. دونك هنا عندنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني، دونك هنا عندي فرع
شل جميع في اتجاه محور هنا عندي الاراتيب. فوالا غنكملوا باش ما نساو حتى شي حاجه اللي عندنا هنايا. من بعد عندي قالوا لي نرى لا كورب سي اي لا دروات دي اي سو كوب او بوين ا دو كوردوني 2-2. دونك ما خصناش نساو هادي بلي المنحنى والمستقيم كيتقاطعوا في هذه النقطه. دونك غنجيو لو بوين 2-2. دونك خاص هذا لو بوين غنسميه ا. دونك هنايا خاص المستقيم هذا المستقيم وتمثيل ميبياني بالطبع اللي غادي نرسم خصهم يتقاطعوا ليا في هذه النقطه. دونك هذه خدمناها. ثم كانت عندي هاد ليكواسيون اف دو اكس تيغال ا زيرو ادمي ان سوليسيون اونيك الفا دون ار. كانت كتقبل واحد الحل الوحيد وهاد الفا كانت بين 3 على 2 و 2. 3 على 2 هي 1.5. دونك هنا 1 هنا عندي 2. دونك قلنا بين 3 على 2. دونك 3 على 2 غتجيني هنايا كيف ما كتلاحظوا. دونك قالوا لينا بين 3 على 2 و 2. دونك هنا ممكن ندير واحد 3 على 2. 3 على 2 و 2 يعني تكون مثلا هنا بيناتهم. فوالا هاد الحال يكون هنا. دونك خدمنا على هادي فوالا. وحاجه اخرى حاجه اخرى ما خصكمش تنساو بلي في هاد لانترفال مول انفيني دو خاص لا كوربوس دي يكون باردون يكون فوق المستقيم دلتا. فوق المستقيم دلتا وفي هاد لانترفال دو بلس لانفيني خاص لا كوربوس دي يكون تحت المستقيم دلتا. هادي. وحاجه اخرى ما خصكمش تنساو داك لو بوين دانفليكسيون نقطة انعطاف يعني فين كيتغير التقاعر. نقطة انعطاف كان عندي في لو بوان 02. نقطة انعطاف في لو بوان اللي كان عندنا هو 02 يعني هنا فين غيتغير التقاعر. دونك غنبداو الرسم ديالنا وردو معايا البال. دونك هنا لاحظوا معايا عندي اسيمبتوت اوبليك يعني غنجي من الاعلى ديالو ديال هاد لاسيمبتوت اوبليك. وكنت قلت لكم خاصنا نكونوا غاديين وكنقربوا لاسيمبتوت المقارب ياك حتى كيف ما كتلاحظوا حتى لهاد المماس الافقي. دونك من لاسيمبتوت لاحظوا خاصكم تبقاو غاديين وكتقربوا يعني تبان لكم بلي هاد المسافه بلي راكم غاديين وكتقربوا ماشي غاديين وكتبعدوا. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا عندي مماس افقي وفي نفس الوقت هنا عندنا نقطه انعطاف يعني خص يبان خصنا نبينوا انه تغير تقاعر. فوالا. من بعد هنا راه عرفنا بلي غادي يمر من هنايا حيت قلنا كتقبل واحد الحل الوحيد كاين هنا. وحاجه اخرى ما خصناش نساو بلي راه كيتقاطعوا بجوج هنايا حيت خاصنا نهبطوا لعند الفرع الشل الجميل اللي كاين في اتجاه محور الاراتيب. دونك بهذه الطريقه لاحظوا معايا ما نساوش هاد لو بوين ردوا معايا البال. فوالا. وحاجه اخرى ما خصكمش تنساوها بلي راه هاد المنحنى فضون بلي راه المنحنى والمستقيم كيتقاطعوا في هاد النقطه. ومن بعد باردون خاص تبان لكم هنايا المسافه اللي بغيتكم تفهموا مزيان يعني ما تجوش تبقاو غاديين وكتقربوا هذا راه خطا. بالعكس خاص تبان لكم المسافه خاص يبان لكم بلي راكم غاديين وكتبعدوا حيت فرع شل جميع باردون في اتجاه محور الاراتيب يعني تبان لكم هاد لا ديستانس غدا وكتكبر ماشي غدا وكتصغر. فوالا هنا لو بوين باردون حيت ما بينتوش لكم مزيان
وهنا اللي مهم هو انكم ما تكونوش غاديين وكتقربوا، فهذا خطا حيت عندنا فرع شل جامي. دونك هذا فيما يخص الرسم. الان بالنسبه لا كيسيون نيميرو 7، بالنسبه لهاد لا كيسيون غنخدموا لانتيغرال بار بارتي. دونك هنايا قالوا لينا مونطري الي دونك الي دون انتيغراسيون بار بارتي كو l'intégrale de moins 1 à 0 de 2 moins x exponentielle de x est égale à 3 moins 4 sur e. Donc, Hnaya, pardon, Hnaya, de bien l'arabie, fin qu'il y a un problème, mais qui a refusé que les règles de l'homme i de x. وشكون اللي غيوضعوا زي بريم دو اكس. دونك غنعطيكم واحد الطريقه، كاينين عده طرق. دونك عندي اي دو اكس اون بوز باردون اي دو اكس ايكال وحده غنسميها اي دو اكس والاخرى في بريم دو اكس. هذه اول حاجه كنديروها في الانتيغرال بار بارتي. دونك هنا هاد دو موا اكس سي ميو اني نصغر هاد لو دوغري، حيت انا عندي اكس اكسبونونسيال ان سي ميو اني نصغر لو دوغري ديالو. دونك باش نصغر لو دوغري ديالو خصني ناخذ هاد 2 موان اكس، خصني ناخذ اي دو اكس هي 2 موان اكس، حيت ملي غندير ليها لا ديريفي غيبقى عندي هنا غير 2. ما يكون وضعتها هي في بريم دو اكس كانت هنا اكس بحال غتولي عندي اكس او كاري سور 2، بحال غنكبر لو دوغري ديال اكس. اما بالنسبه للفي بريم دو اكس غناخذها هي ليكسبونونسييل دو اكس، حيت هادي سوا خديتها اي دو اكس سوا في بريم دو اكس راه كتبقى نفسها. دونك ابري غنلقاو او بريم دو اكس غنديرو لا ديريفي. دونك لا ديريفي ديال هاد دو سي زيرو وديال اي موان اكس سي موان زان، و في دو اكس راه نفسها كتبقى هي نيت. دونك يعني هنا هاد الانتيغرال اللي هو من موان زان لزيرو دو موان اكس ليكسبونونسيال اكس ايتيكال. دونك هنا حنا كنا خدينا اي دو اكس هي هاد التعبير في بريم دو اكس هاد التعبير ولقينا هادو اللي درت في الاسفل. دونك هنايا كندير اي دو اكس في في دو اكس، التعبير ديال اي دو اكس في في دو اكس. دونك اي دو اكس سي دو موا اكس في في دو اكس راه هي ليكسبونونسيال اكس، كندير هذا في هذا موا كندير انتيغرال، هادي عندكم في قاعده دو موان زان ا زيرو، وغندير او بريم دو اكس في في دو اكس، غندير هذا في هذا او بريم دو اكس في في دو اكس بيان سور دي اكس. دونك هنا دو موان زان ا زيرو، دونك غنعوضو هنايا ملي كيكون عندنا بزيرو غنعوضو بزيرو، غنديرو دو موان زيرو ليكسبونونسييل دو زيرو، سبب القاعده. وعاد كنديرو موان وكنبداو نعوضو بموان زان، متنساوش هاد الموان، كنديرو دو موان موان زان. دونك هنا غنعوضو اكس بموان زان، دونك ديجا كاين الموان، الموان موان زان صادون بلوس ان ليكسبونونسييل موان زان. فوالا عاد غندير موان مع الموان صادون بلوس لانتيغرال دو موان زان ا زيرو ليكسبونونسييل اكس دي اكس. دونك هنا دو موان زيرو سي دو فوا ليكسبونونسييل دو زيرو غتبقى دو، موان تخوا اكسبونونسييل موان زان. هنا يعني الداله الاصليه ديال هاد ليكسبونونسييل دو اكس راه هي نفسها من موان زان لزيرو. دونك هادي دو موان تخوا اكسبونونسييل موان زان، دونك بلوس غنعوضو بصفر ليكسبونونسييل دو زيرو موان ليكسبونونسييل دو موان زان. دونك غتبقى دو موان تخوا اكسبونونسييل موان زان بلوس ليكسبونونسييل دو زيرو سي ان، هادي موان ليكسبونونسييل موان زان، غنديرو ايكال دو بلوس ان سا دون تخوا، موان موان تخوا موان زان سي موان كاتر اكسبونونسييل، منساوش هاد ليكسبونونسييل موان زان. دونك تخوا موان كاتر ليكسبونونسييل موان زان راه هي فوا ان سور ليكسبونونسييل ان،
اللي هي 3 موان البسط في البسط والمقام في المقام 4 سور اكسبونونسيال. فوالا دونك حنا حسبنا هاد الانتيغرال وشفتو شنو لقينا. فوالا دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون بي اون ديدوير ان سنتيمتر كاري l'air du domaine plan limité par la courbe C, la droite D et les droites d'équation x est égal à moins 20 et x est égal à 0. Donc, on a l'air. Donc, l'air égale. Regardez. Donc, on a l'air du domaine plan limité par la courbe C. Donc, on a la fonction F. Et la droite D, donc on dit au moins l'équation de la droite D. Voilà. Normalement, là, on met la valeur absolue. Mais on a quand même dit la valeur absolue, on met les droites d'équation moins 1, 0. Donc on a de moins 1 à 0. Donc on a de moins 1 à 0. واش كان عندي سي اف فوق دلتا ولا تحت دلتا. دونك من موان 0 الا كان سي اف فوق دلتا دونك غيبقى عندي اف دو اكس موان ايكغاك. مي الا كان سي اف تحت دلتا حيت نورمالمون اوني لا فالور ابسولو يعني لا فالور ابسولو يعني غتعطيني هادي موان اف دو اكس بلس ايكغاك. مي اللي غيحدد ليا هو الرسم ديالي. دونك غنجيو حنا حيت بغاونا نحسبوا هاد المساحه قالوا لينا يعني هي محصوره بين هاد لا دغوات دي كيف ما كتلاحظوا هاد لا دغوات دي ديكواسيون ايكغيك تيكالا موان اكس هاد لي دو لي دو دغوات وايضا هاد لا كورب سي ها هما لي دغوات موان زان زيرو ها هو ها هي لا دغوات ديكواسيون ايكغيك تيكالا اكس وهنا عندي هاد لا كورب ولاحظوا معايا موان زان زيرو كيف ما كتلاحظوا راه هاد سي اف ها هو المستقيم سي اف راه كاين فوق دلتا يعني هذه موجبه مي غتبقى كانت حاجه اخرى عاوتاني ما بغيتكمش تنساوها دونك بيان سور دي اكس حيت كنحسبوا الانتيغرال وعاد غديروا فوا وهنا غادي تشوفوا في لي دوني هنا عاطيني هذا لونيتي هنا عاطيني يعني خدامين ب 1 سنتيمتر هنايا و 1 سنتيمتر هنايا يعني الا جينا نحسبوا المساحه عندي 1 فوا 1 سي 1 سنتيمتر كاري بارفو راه كيعطيو 2 دونك غديرو 2 فوا 2 سي 4 سنتيمتر كاري ديما ردو البال مي هنا 1 سنتيمتر كاري حسبنا المساحة هل عندي هنا واحد المربع حسبت ليه المساحة ديالي دونك فوالا ابخي جو في رومبلاسي غادي نعوض غادي ندير ايكال دو موان 1 ا 0 جو في رومبلاسي اف دو اكس باردون هنا باردون غنخلي اف دو اكس مي هاد ايكغيك راه قلنا ديكواسيون موان اكس ايكغيك المعادله ديالها هي موان اكس يعني هذا موان اكس مع هاد موان صدام بلوس اكس دونك فوالا دي اكس دونك ايتيغال لاحظوا معايا من موان زان لزيرو ولاحظوا معايا هاد اف دو اكس بلس اكس هاد ليكسبرسيون كنا ديجا حسبنا هاد ليكسبرسيون اف دو اكس بلس اكس وكنا لقينا فيه 2 موان اكس اكسبونونسييل اكس هذا كنا حسبناه قبل غير هاد ليكسبرسيون كنا خدمناه ولقينا فيه هاد التعبير ولكن هنا ما غنعاودش انا ندير لانتيغرال باغ بارتي ديجا خدمت هاد السؤال باردون باش نبينو ليكم هاد السؤال l'intégrale من moins 1 0 2 moins x l'exponentielle x راه كان عطاني 3 moins 4 sur e donc voilà باش ما نعاودوش الحساب donc هذا راه غيساوي لينا bien sûr ما تنساوش هنا dx كتبقى دائما فوا 1 يعني فوا سنتيمتر كاري حيت عندي لير انا عاود نكتب لكم هنا غير باش ما تنساوهاش دونك هذا كيف ما قلت لكم راه عطاني 3 موان 4 سور او وما تنساوش اللي هو راه 1 سنتيمتر كاري فوالا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان
غنعاود ندير لكم ان شاء الله واحد لا فيديو على لا ليز انتغرال باش تفهموهم مزيان. و الى كان عندكم شي سؤال حتى تقولوها ليا، وكنتمنى لكم التوفيق.